بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن الـ element children. الـ children اللي هم الأطفال، لو اعتبرنا أن العنصر اللي احنا فيه هو الأب. العنصر اللي احنا فيه اللي هو وليكن الـ div id بيساوي main اللي احنا بنشتغل عليه على طول. العنصر ده هو العنصر الـ parent أو الأب. العنصر ده بيكون جواه عناصر تانية اللي هي بيسموها الـ children أو الأطفال بتوعه، وليكن h2 سميه heading، وبعده مثلا paragraph good زي كده. عندي div جواه heading جواه paragraph. عندي انا خواص اسمها، خاصية اسمها child element count. child element count بتحسب لي عدد child اللي جواه الاب ده. الاب ده اسمه main، هنروح نجيبه بالجافا سكريبت الاول. my div يساوي document.getElementById، نحط المين بتاعنا ده اهو، وبعدين هروح اطبع في الكونسول عشان اتفرج. هقول له myDiff.childElementCount. childElementCount طبعا built in function بتحسب لي عدد الاطفال اللي جوه الاب ده. عدد الاطفال اللي جوه الاب ده اللي هي بس الاليمنت، بس الاليمنت. حد يقول لي يعني ايه بس الاليمنت؟ هو في كام عنصر هنا جوه الاب اللي انا فيه ده؟ في اتنين. طب ايه بس الاليمنت دي؟ لان في خواص تانية وهنشرحها في نفس الدرس ده، زي حاجة اسمها child nodes. child nodes بتطلع لك كل الاليمنت وكل الكومنتس وكل التكست نود كاليمنت. كل ده بيتحسب. يعني ايه بقى كل ده بيتحسب؟ يعني دي اللي انت شايفه ده عنصر. لو انا كتبت هنا تكست، تعالوا نكتب كده تكست ويلكم قبل الهيدنج، وهعمل ريلود، في حاجة هنا اختلفت في الرقم ده. اتنين زي ما هو. ليه؟ هو بيحسب لي بس العناصر اللي هي دي. طيب ويلكم وبعد ويلكم تيستينج بالشكل ده ما زالوا اتنين. ليه؟ هما دول الاتنين element الاطفال اللي عندي في الاب بتاعي اللي هو اسمه مين ده، اللي هو heading واللي هو باراجراف. عايزين تتأكدوا، نشيل الباراجراف ونشوف العدد، هتلاقوه واحد زي ما انتم شايفين. هو ده العدد. يعني ال child element count دي معناها بتجيب لي بس الاليمنت اللي جوه الاب اللي انا فيه عددهم كام. نفس الخاصيه دي بالظبط ممكن تعملها بحاجه اسمها children.links. links دي اللي هي عايشه معانا طول حياتنا في البرمجه، برضو هيجيب لك عدد الاليمنتس. طب ايه قصه children دي؟ تعالوا كده نطبع myDiff.children في الكونسول، شوف هيحصل ايه. زي ما انتم شايفين طبع لي اوبجكت في الاثنين اليمنت بتوعي اللي هو ال h2 وال b. طب لو جيت قلت له children 0 اللي هو اول اوبجكت عندي، الاندكس 0 يا جماعه، ده لسنا خلاص الكلام ده في الكام درس اللي فاتوا. ده بيرجع لي اوبجكت وصفر هيديني اول اندكس في الاوبجكت اللي هو مين؟ اللي هو الهيدنج. طب وتاني اوبجكت اللي هو رقم 1 اللي هو مين؟ اللي هو الباراجراف اهو. تمام. طيب ممكن اقول له انا اطبع لي children 1 اللي هو التاني عنصر في الاوبجكت عندي دوت تكست كونتنت، جيب لي التكست اللي جواه. بصوا التكست اللي جواه اهو، يعني اقدر اوصل له براحتي عن طريق ان هو اجيب الاب بتاعه. يعني جبت الاب قلت له عايز الطفل رقم 2، وجوه بعد ما جبت الطفل رقم 2 اقول له عايز التكست كونتنت بتاعته. ممكن اقول له عايز الكلاس نيم. هو ليه كلاس؟ ملوش كلاس. تعالوا نتفرج، مفيش. تعالوا نحط له كلاس عشان نتاكد. باراجراف بي كلاس بيساوي تيست، واروح اشوف الكود بتاعي طلع لي الكلاس نيم اهو. يعني انا هقدر اقتنص العنصر باكتر من مليون طريقه. جبت الماي ديف قلت له دوت تشيلدرن، جبت الاطفال بتوعه، الاطفال بتوعه رجعوا لي على هيئه اوبجكت. قلت له انا عايز تاني عنصر في الاوبجكت اللي هو الاندكس رقم 1. بعد ما قلت له انا عايز تاني عنصر في الاوبجكت قلت له جيب لي الكلاس نيم بتاعه. ايه هو الكلاس نيم بتاعه؟ طيب ممكن اقول له جيب لي تكست كونتنت، يطلع لي تكست كونتنت. وبراحتي بقى الانر اتش تي ام ال، ممكن اعمل اي حاجه انا عايزها براحتي ما دام وصلت ان انا اقتنص العنصر. طبعا يا جماعه في اول الدرس قلنا ان اللي هي التشيلدرن بتاعتي الفانكشن دي بتجيب لي الاليمنت بس. طيب انت قلت ان في حاجه تاني اسمها تكست، وهتجيب لك التكست وهتجيب لك الكومنت وهتجيب لك الكلام ده كله، وقلنا عايزين نتكلم عنها. اللي هي اسمها child nodes. اللي هي دي ايه child nodes دي؟ تعالوا الاول نكتب هنا زي ما احنا كنا كاتبين بالظبط children dot links. شوف العدد كام الاول قبل ما نعمل اي حاجه. العدد اتنين زي ما انتم شايفين. طب تعالوا بقى نقول له child node dot links.
child nodes dot links ونشوف هيطلع لنا ايه. طلع لنا 5 مش 2. فين يا عم الخمسة دول بقى؟ تعال واحدة واحدة نشوف فين الخمسة دول. فين يا عم الخمسة دول؟ الخمسة دول اللي هو text node اهو، ده element node، ده text node 3، ده element node 4، الحتة اللي بعده دي اللي space اللي انت شايفها دي، دي text node، دي رقم 5. يعني انا لو ما عملتش السبيس دي، بصوا لو عملت مثلا كده، بصوا معايا بقى كام؟ 4. السبيس اللي انت حطيتها دي تكست نود، كانك بالظبط كاتب كلمه هنا وورد، كانك كاتب كلمه هنا. بصوا ما زالوا 5، ولو شلتها هو بيعتبرها تكست نود ويحسبها، شايفين؟ برضو 5. حتى الكومنت بيتحسب. تعالوا نكتب كومنت. لو جيت انا مثلا كتبت HTML comment حطيته هنا ورحت حسبتهم، بصوا بقوا كام؟ بقوا 7. ليه 7؟ ادي 1 تكست نود، 2 element، 3 تكست نود، 4 comment، بعديه سبيس، هنا في سبيس، ده تكست نود 5، بعديه الاليمنت ده 6، بعديه السبيس دي تكست نود 7. طبعا الموضوع ممكن يكون كومبليكيتد شويه، بس اعرف ان انت ما دام الكومنت ده فيه سبيس، وما دام ان هو مش محطوط مثلا بالشكل ده هنا، تعرف ان ده فيه سبيس. لكن كده بصوا كده اختلف الوضع، 1 2 3 وبعدين 4 5 والستة السبيس اللي تحت. اللي اختلف ايه؟ الواحد الناقص ده ليه؟ عشان الكومنت اما كان هنا كان عامل واحد زياده عشان في سبيس بعده بالشكل ده، 7 اهو. طب تعالوا سيبك بقى من اللينكس، تعالوا ورينا الكلام ده نشوفه، عشان انا مش فاهم حاجه، انا عايز اشوف اهو. اقول له اعرض لي الماي ديف دوت تشايلد نود، اعرضهم لي كاوبجكت عشان اتفرج عليهم. تكست اول واحد، فين التكست ده؟ اهو، جميل، ادي التكست ويلكم، خلاص ممتاز جدا. تاني حاجه element h2 اهو، مظبوط الراجل بيتكلم صح. تالت حاجه تكست، مظبوط تكست اهو. رابع حاجه كومنت، مظبوط كومنت اهو. خامس حاجه تكست اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي السبيس اللي بينها وبين الباراجراف ده، طب جميل مظبوط. سادس حاجه باراجراف اهو، جميل مظبوط. سابع حاجه تكست اللي هو السبيس اللي بينه وبين الديف. طب حد يقول انا مش مصدقك، اروح لاغي الديف ده كده، الغي السبيس اللي بينهم واعمل كده، يختفي التكست الاخير ويبقوا عددهم 6 زي ما انتم شايفين. هي دي فكره التشايلد نود. التشايلد نود بيجيب الاليمنت، الاليمنت ده اسمه اليمنت نود، ده اسمه تكست نود، ده اسمه كومنت نود. كلمه نود هيكون ليها درس كامل، علشان لو حد مش عارف يعني ايه نود دي، هنرغي فيها رغي لن تتخيلوه لحد ما تزهقوا. بس اللي انت بتسمعه دلوقتي ده بعيد عن كلمه نود، لازم تكون فاهمه 100%، ملوش علاقه بكلمه نود. اعتبر ده تكست، ده element، ده تكست، ده كومنت، ده element، واللي بعده تكست، وقبله هنا في تكست. ده المطلوب منك تعرفه النهارده، وده الفرق بين التشايلد نود والفرق بينه وبين التشيلدرن. تشيلدرن بيجيب بس الاليمنت، لو غيرت الكلمه هنا من تشايلد نود لتشيلدرن هتلاحظوا ان هو، تعالوا نشوف ماي ديف دوت تشيلدرن جاب لي اتش2 وبي دوت تيست. طبعا انا لاحظت ان كده معنى كده ان كلمه تشيلدرن مكتوبه صح، تمام. زي ما انتم شايفين اتش2 وبي، جاب لي H2 و B، هم دول بس الاليمنت اللي عندك، الباقي كله مش اليمنت اهو. نرجع نشوف ال H2 وال B، ولا جاب لي الكومنت، ولا جاب لي التكست ده، ولا جاب لي التكست ده، ولا جاب لي السبيس المحسوبه تكست والكلام ده كله. كده عرفنا يا جماعه يعني ايه element children، وعرفنا عرفنا ال child element count بتجيب لك عدد الاليمنت. بدل ما تحفظ function طويله بالاسم ده مفيش اي داعي، children.links بتديك نفس النتيجه. بس كان لازم نتكلم عنها عشان لو حبيت تجيب function native direct بتجيب لك عدد للchildren، هي اسمها child element count. حابب نكتبها اهي، child element count بتجيب لك العدد direct، علشان لو انت مش عايز تكتب اللينكس، مش عايز تكتب الchildren والكلام ده كله. كده عرفنا الفرق بين الchildren والchild node، دي اهم حاجه تعرفوها في درس النهارده ان شاء الله. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، وتعملوا شويه تجارب وظبطوا حياتكم، وشوفوا وطبقوا الحاجات اللي اتعلمتوها في الدروس اللي فاتت مع التشيلدرن، وشوفوا هتطلعوا بنتائج حلوه باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، وشكرا.